المملكة العربية السعودية وجهة المستقبل للمنافسات الرياضية العالمية. تكامل كبير وطموح متزايد أظهرته السعودية في استضافتها لبعض البطولات والمنافسات العالمية خلال الأعوام الماضية، كشفت فيها للعالم عن قوتها وقدرتها على الإبهار. واليوم تعمل السعودية على تطوير البنى التحتية في مجموعة من المواقع لتأسيس قاعدة صلبة من الملاعب لمختلف الرياضات. توجت هذه الأعمال بإعلام فوز الرياض باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية لعام 2034.